يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. تعرفون يا جماعه كذا احنا في نهايه كل رمضان، او يعني في نهايه فتره يعني نص رمضان تقريبا، نسوي فقره اسئله على اساس ايش ناخذ استراحه الى نهايه رمضان، لانه اصلا التفاعل في رمضان كذا الناس مشغوله في العيد ومقاضي العيد ورمضان والصيام والاشغال هذه. عاده انا ايش في كل سنه ايش في نهايه كذا في وسط رمضان عفوا اوقف اخذ بريك الى ما بعد العيد ونرجع مره ثانيه وندعس لين اخر السنه. عموما يا جماعه طلبت منكم ترسلوا لي اسئله، وللأمانة وصلت كمية كبيرة من الأسئلة، ولكن إيش راح نختار 30 سؤال عن كل يوم في رمضان سؤال، وعلشان ما يكثر الهرج والبربرة والكلام الفاضي خلونا نخش على أسئلتكم ونختار 30 سؤال عشوائية ونجاوب عليها بسرعة. طيب يا جماعة، السؤال الأول يقول: أفضل مسلسل من مارفل بالنسبة لك اللي تم إنتاجها من ديزني ومن نتفليكس؟ للأمانة مسلسلات اللي تم إنتاجها بواسطة نتفليكس تتابع المارفل زي دير ديفل وزي بونيشر وزي الأشياء الثانية ذيك ما تابعتها. أوكي تابعت مجموعة حلقات من بونيشر وما كملته، تابعت مجموعة حلقات من دير ديفل وما كملته، ولكن ما راح أقدر أحكم عليهم صراحة إيش الأفضل فيهم، فخلوني أحكم على مسلسلات مارفل اللي إنتجتها مارفل والمرتبطة بالعالم السينمائي. بالنسبة لي أفضل مسلسل إلى الآن انتجته مارفل هو لوكي، ومن ثم وان ديفيجن. أما المسلسلات اللي بعدها فهي إيش تحصيل حاصل كده وشخبط شخبيط لخبط لخبيط. السؤال اللي بعد يقول: أكثر أكثر مشهد بكيت فيه؟ ترى لعلمكم أنا مرة أخضع بسرعة، أستسلم لمشاعري ولا أقاومها، يعني إذا جاني مشهد كده حزين في بكاء أبكي، إذا في مشهد بيخليني أعيط بعيط، ما عندي أي مشكلة، ما أقاوم مشاعري ولا أخفيها. ولكن ما عندي شيء صراحة في بالي حاليا. قبل كم يوم تابعت مسلسل تابعت فيلم كاستاوي تبع توم هانكس اللي ضيع في الجزيره، علما اني تابعته قبل كذا 3 مرات ويمكن دي تكون المره الرابعه والخامسه، وللامانه في مشاهد كثيره في هذا الفيلم خلتني اذرف الدمعه. اللي بعد يقول: تحيه طيب اخ وجيه ومشكور على فكره المنشور حبيبي. وبخصوص السؤال: هل انت مع التحالف ضد ايرين لانقاذ الانسانيه من الهمجيه والوحشيه، ام مع صف ايرين لدك البشريه من اجل الحريه او صف الحياد الذي يراقب باجتهاد سير الاحداث ولا يهم من خسر او فاز بل الاستمتاع بالقصه وبحل الالغاز؟ سؤالك جدا مهم، وعلشان بس ما نتطرق لمواد قد يكون فيها حرق احب اقول لك انه اللي قاعد يسوي ايرين غلط في غلط. ايش الفرق بين ايرين وهتلر كذا؟ ما في فرق، كلهم طواغيت. لا غلط، معليش، اللي قاعد يسوي ايرين غلط، ومفروض انه اي شخص يوالي ايرين يفكر كذا، ايش يعيد النظر في موضوعه. انت صاحي ابرياء، في بشر مال امهم صراحه، في ناس مالهم في الطينه والعجينه، وش دخل امي انا في التاريخ، وش دخل امي في اللي صار قبل 2000 سنه، اجي فجاه الاقي ما يصلح. فلا، اللي قاعد يسوي ايرين غلط للامانه، واتمنى انه يوقف. اللي بعد يقول: هل هذا الايموجي نوتيلا؟ وربي سؤالك وصورتك كل شيء غلط، كل شيء غلط. هل تشوف ان ويل سميث يستحق العقوبات اللي تمت عليه؟ نعم، فكرة انك تاخذ حقك بيدك في مكان فيه شرطة وفيه حكومة وفيه قضاء وفيه محاماة وفيه كل شيء مرة غلط. اوكي انا ما عندي مشكلة انه اذا احد مد يده عليك تمد يدك عليه بالمقاومة، اكيد تاخذ حقك وتحاول انك ايش تاخذ وتعطي، في النهاية انت قد دخلت وسط المضاربة. لكن حكاية انه واحد ستاند اب كوميدي يجلس يطقطق ويتونس، وظيفته هذه انه يقعد يضحك الناس، يقوم ينكت نكتة تافهة جدا مقارنة بباقي النكات اللي يلقوها كبار اللي هم الستاند اب كوميديان، فيب لا ما مع احد. ومع كل الاحترام يا جماعه، ترى انا مره احب ويل سميث واحترمه واقدره، ولكن اللي سواه مره غلط، واللي صار له يستاهله ونص. هل تعتقد انه فيلم نولان الجديد راح يكون الافضل؟ ما راح نقدر نقول الافضل، ولا راح نقدر نقرر او نتوقع حاليا شيء، ولكن خلونا نحط في بالنا انه كريستوفر نولان دائما ما يفاجئنا، حتى وان كان هذا الفيلم ماخوذ مستوحى من قصه حقيقيه او من احداث حقيقيه، فنولان راح يقدمه بطريقه مختلفه بحيث يكون فعلا فيلم عليها القيمه. مع انه يعني اخر كان فيلم قدمها نولان يعني زي تينيت وزي دنكيرك شويه يعني المستوى نزل فيها عن افلام والعظيمة القديمة، ولكن خلونا نتفائل، ما تدري يمكن تزبط الأمور. اللي بعد يقول: هل كنت تحب الدراسة في حياتك المدرسية أو في الجامعة، وماذا كنت ترغب أن تصير في صغرك؟ شوف أنا عمر أمي ما حبيت المدرسة، ولا طالما كنت أدعي وأنتظر متى تنتهي المدرسة على أحر من الجمر، ولكن هذا الشيء ما منعني أني أدرس، ومشاعري تجاه المدرسة ما منعتني أني أدرس، درست وتعلمت وتخرجت ودرست الجامعة وتخرجت وكل شيء تمام والأمور طيبة، ولكن لا ما كنت أحب المدرسة. وماذا كنت ترغب في أن تصير في صغرك؟
والله اشوف امي تقول اني كنت ابغى افتح محل العاب، تقول لي وانت صغير كنت تقول اذا كبرت ابغى اسوي محل العاب. طفل يفكر في الالعاب يحسب انه اذا كبر بيظل نفس الاهتمام، ولما كبرت شويه ايش اعطيناها وضعيه ابغى اصير طيار، ابغى اصير مهندس، ابغى اصير طبيب. هذه الثلاث الوظائف الكل يبغى يصيرها هو صغير. بعدين يكبر يتفاجئ انه جرافيك ديزاينر، يوتيوبر، اي شيء ثاني الا طبيب ومهندس وطيار. في حال تستطيع السفر لدولتين من المغرب العربي راح تختار ايش؟ امين من تونس، والله ونعم بتونس واهلها. المغرب العربي صراحة ما في بالي دولة معينة، ولكن خلينا ننزل تحت كده جنوب افريقيا، يعني تحتكم تحت المغرب وتحت الجزائر، تحتكم كده اسفل في دولة اسمها تنزانيا، في جزيرة تابعة لدولة تنزانيا اسمها زنجبار، شفت لها فلوقات كده لمجموعة بشر، صراحة جزيرة جميلة اتمنى اني اروحها. ممثل مظلوم بالنسبة لي رايان غوسلينج، شكرا لك رايان غوسلينج، والله انك اخذتها من لساني، اول ما قلت ممثل مظلوم كده جاء في بالي فلاش رايان غوسلينج. رايان غوسلينج ممثل جدا ممتاز يا جماعة. يا وجيه كيف حالك؟ الحمد لله. عندي لك ثلاث أسئلة، تفضل. هل تعتقد أن توم كروز موجود بدكتور سترينج؟ ما أقدر أجزم ولا أقول لك يب موجود، ولكن بنسبة مرة كبيرة قد تصل إلى 75% يب توم كروز راح يظهر، لأنه في شائعات كثيرة نزلت تقول إنه راح يظهر، غير إنه نفس الشائعات وبنفس جودتها نزلت على فيلم نو واي هوم وتحققت الشائعات بالملي، فغالبا يب. أفضل مسلسل شفته؟ ما عندي أفضل، ولكن بريكنج باد، بيتر كول سول، المسلسلات القوية هذه كلها أحبها وأحترمها وأشوفها من أفضل المسلسلات، ولكن المسلسل القريب إلى قلبي هو مسلسل The Leftovers. هذاك المسلسل ما في أي مسلسل أتوقع يعني غمرني بذي الطريقة إلا هو. هل تعتقد إنه مارفل بترجع نفس قبل؟ مارفل ما راحت علشان ترجع، مارفل ترى ما زالت مستمرة ومرها في السليم. شوف ما شاء الله نزلوا الحين فيلم نو واي هوم وداعس، فيلم دكتور سترين بينزل بيدعس كمان، وبعده بينزل ثور، وبعده بينزل واكاندا فوريفر. أمورهم طيبة، لا تحكم عليهم من الحين، اصبر نظرة بعيدة، شغلهم على المستوى البعيد، لا تشغل بالك، الأمور طيبة، خلوكم مؤمنين بمارفل يا جماعة. يا أخي وجهك بشوش ويجيب السعادة حبيبي حبيبي، والله عيونك الحلوين. أعطينا نصائح اللي يبغى يبدأ يوتيوب. هي ثلاث نصائح، اذا في ثلاث نصائح سريعه يعني، ايا كان المحتوى اللي ناوي تقدمه سواء على اليوتيوب او انستغرام او تيك توك او سناب شات او ايا كان البطيخ اللي انت بتقدمه، اختار اول شيء محتوى انت تحبه وما راح تطفش منه بعد كم يوم وتقول يا ما ابغى ما بكمل. هذا واحد، اختار شيء انت تحبه ومو شرط مره يكون عندك علم كبير فيه، حتى لو عندك معلومات بسيطه عنه ومع الوقت تبدا تتطور فيه اتس اوكي. ثاني حاجه لا تفكر في المشاهدات في البدايه، لما تشوف على واحد من فيديوهاتك 100 مشاهده 200 مشاهده 300 مشاهده ترى عدد مو بسيط، لا تتوقع انه ال100 وال200 مشاهده بسيطه، ها ترى مي بسيطه. انا ابغاك تطلع الحين في اي مكان في منصه كذا وتمسك الميكروفون وتتكلم قدام 100 شخص، 100 شخص ترى عدد مو قليل، فلا تستهين بعدد المشاهدات، كله راح يجي مع الوقت. ثالث حاجه الاستمراريه، لا توقف، حط لنفسك جدول، حط لنفسك هدف، ولا تسمع للاراء والتعليقات السلبيه حتى لو كانت من اقرب الناس لك. لو في واحد من اصحابك جالس يكسر مجاديفك اسحب عليه اقصيه، هذا ربما يكون حاسد، ربما يكون حاقد، ترى البشر يعني فيهم غريزه غريبه كذا، لما يشوفوا واحد قريب منهم يحاول يصنع من نفسه شيء يحاولوا يسحبوه ويخلوه في نفس المكان اللي هو فيه. فايب هذه الثلاثه الاشياء، غالبا اذا طبقت الثلاث حاجات هذه وجوده المحتوى، طبعا حاول تطور جوده المحتوى من فتره وفتره، غالبا اذا طبقتها راح تدعس داعس ما هو طبيعي. وهنا اهم سؤال بالنسبه لي من زمان ودي اعرف جوابك، هل بيتر كول سول تفوق على بريكنج باد؟ ما راح نقدر نحكم 100% اذا هو تفوق ولا لا، لانه لسه بيتر كول سول ما انتهى، ولكن من وجهه نظري والى هذه اللحظه قبل ما ينزل مسلسل بيتر كول سول الموسم الاخير، انا احب اقول لكم انه هذول المسلسلين في نفس المستوى وفي نفس القوه، وربما بيتر كول سول راح يتفوق على بريكنج باد اذا سوى شيء مختلف في الموسم الاخير. الله يسعدك يا حبي، معاك اخوك من المدينه المنوره، والله ونعم يا حبيبنا حبايبنا اهل المدينه المنوره. سؤالي ما هو ترتيب هجوم العمالقه بالنسبه لك من توب 10؟ للامانه ما تابعت انميات كثيره، كلها تنعد على صابع، ولكن مع كل الحب والاحترام لباقي مجتمع الانمي، انا بالنسبه لي يعني من باقي الانميات البسيطه اللي تابعتها هجوم العمالقه هو نمبر 1. وللامانه قبل ما نحكم على هجوم العمالقه لازم ناخذه من منظور انه مش انمي فقط او انه مسلسل او انه عمل يعرض على التلفزيون. هجوم العمالقه للامانه يا جماعه حاجه مره كبيره، تناقش قضايا انسانيه، سياسيه، عسكريه، تاريخيه، وفيه اسقاطات مره كثيره فلسفيه وجوديه. هذه واحده من الاشياء اصلا اللي خلت هجوم العمالقه عمل يكتسح الساحه
ويتابعوه معظم البشريه ويتفقوا على حبه في نفس الوقت. يا هجوم عمالقة عندي نمبر 1. ربي يسعدك وياك يا حبيبي. هل راح تتابع مانجا اتاك لو تنتظر نزول البارت الاخير؟ حاولت اقرا مانجا بس مش الحين يعني قبل ما ينزل الموسم الرابع، قلت بدل ما اشوف ريكاب واتابع الانمي من جديد خليني اقرا المانجا الى المكان اللي ايش وصل فيها الانمي. لما انا ما كملت اول صفحه يقلع ام الطفش، ايش الصور دي الغير ملونه والحوارات ما في حياه، انا ابغى اشوف شيء حي، ما اعرف ما هي جوي. فاكتشفت انه المانجا ما هي جوي والقصص مصوره بشكل عام. وجيه متى تفتح السينما في الطائف؟ يا معاذ احب اقول لك انه السينما في الطائف فتحت من زمان، جدتي موجوده هنا في السيتي ووك. ايش بك انت مضيع؟ انت عايش معنا في الطائف ولا وين عايش؟ عندي سؤال دائما يخطر ببالي، هل كثره مشاهده الافلام الاجنبيه والانغماس بها تتاثر بك وطريقه تفكيرك لمنظور الحياه وتفقد عقيدتك كمسلم وترى حياه المسلم ممله؟ اسف على الاطاله. واضح يا الشيخ بايك انك تعاني من ازمه وجوديه وربما يكون عندك يعني انفتاح للأفكار الخارجية، which is شيء يرجع لك يعني عادي في النهاية، الناس أجناس. المسلسلات، الأفلام، التلفزيون، المسرح بشكل عام، الفن السابع هو سلاح ذو حدين، تقدر تأخذ منه الفائدة وتطور نفسك اجتماعيا، سياسيا، عسكريا، شخصيا، نفسيا، دينيا، فلسفيا، ودوس تقدر تطور نفسك، أو تقدر تأخذ بعض الأفكار اللي ممكن تخليك مجرم، تخليك سبيكة، تخليك ثور، تخليك خروف، تخليك حمار، تخليك أهبل، وممكن لا تتأثر بطريقة مختلفة يعني فلسفيا كذا، في أمور فلسفية تخليك تبدأ تفكر في أشياء أنت مفروض ما تفكر فيها أو إنه أنت مقتنع إنك مفروض ما تفكر فيها. فالموضوع في النهاية يعتمد عليك أنت وعلى عقليتك، إيش نوع العقل اللي داخل راسك؟ أنت إنسان منفتح للأفكار، مستعد تناقش أفكار، مستعد تشوف الأفكار ذي وتناقشها جوا دماغك أو مع أشخاص حوالينك، او انت من الناس اللي عندهم بلوك جدار ابن 66 كلب مهما جات افكار غريبة على راسه ياخذها من هنا ويرميها في الزبالة. فالموضوع يعتمد عليه. بالنسبة لسؤالك هل يتأثر؟ يا كل انسان في هذه الدنيا يتأثر، ولكن ردة فعله تختلف من شخص الى شخص اخر. اللي بعده يقول رمضان مبارك علينا وعليك يا حبيبي، ينعاد علينا وعليك بالصحة والعافية ان شاء الله. كيف تستطيع استعادة شغف ومشاهدة الافلام والمسلسلات؟ اسحب عليهم. ترى جاتني 3 شهور او 4 شهور ما تابعت ولا فيلم ولا اي مسلسل، يمكن فيلم واحد في السينما وزي كذا اشياء منتظرة مهمة. حرفيا قبل فترة جاتني حالة ملل، ماني قادر اتابع ولا مسلسل ولا فيلم ولا اي شيء في الحياة، حتى يوتيوب ما اقدر اتابع، يا دوبك اصور فيديوهاتي واروح العب بلاي ستيشن واروح النادي واتمشى واتقهوى. ابعد، اطلع من عالم الافلام والمسلسلات عادي، اسحب عليه شهر شهرين 3 شهور، بعد فترة راح تلقى نفسك كذا مشتاق وترجع بشكل تدريجي. اللي بعد يقول ليش الافلام الجديده ما زالت لا تستطيع ازاحه افلام قديمه وكلاسيكيه من قائمه توب 5 في IMDb مثل 12 Angry Men و Godfather؟ توقع الموضوع يعتمد على عدد المقيمين. لما تيجي Godfather تقييمه 9.3 او 9.2 من 10 على موقع IMDb، عدد اللي مقيمينه تقريبا 2 مليون شخص ويمكن اكثر، ماني فاكر الرقم. ال 2 مليون ذولي هم اللي حددوا 9.2 من 10، فصعب جدا انه الرقم هذا ينزل لانه عدد المقيمين مره كثير. لكن يجيك فيلم زي سبايدر مان نو واي هوم، خش قائمة IMDb أخذ تقييم 9.2 من 10، بس من كم شخص قيمه؟ 40,000 50,000. عدد المقيمين هنا في سبايدر مان نو واي هوم مرة منخفض، أوكي التقييم عالي بس عدد المقيمين منخفض، بكرة لما يوصل العدد هذا إلى 100,000 300,000 400,000 ويمكن مليون مقيم، اعرف إنه الرقم هذا حينزل، ما فيها كلام. ففكرة إنك تجيب فيلم عدد مقيمينه قليل بغض النظر هو موجود في توب 250 ولا لا وتتوقع إنه ممكن ينافسهم، صعبة جدا جدا جدا، لأنه عدد المقيمين له دور كبير جدا، فضلا انه كل شخص قاعد يتابع 12 Angry Men و Godfather يدخل الفيلم من هنا ينطرب ويروح يقيم امه 10 من 10، هو اوريدي 10 من 10 وتقييمه عالي عند معظم البشر ويرجع يثبت تقييمه اكثر واكثر. طيب الموضوع يعتمد على عدد المقيمين، واتمنى انها وضحت الفكره. الله يسعدك ويسعدك يا حبيبي. ايش رايك بفيلم موربيوس؟ الى الان معظم الناس يسبوا ويشتموا فيه، ولكن يعني خلينا نقول انه ننتظر ونحكم بانفسنا افضل، مع انه معظم الاراء قاعدين يسبوا ويشتموا فيه لانها، ومثل ما قلت لك ننتظر ونشوف. ايش رايك تبدا تتابع انمي غير هجوم العمالقه؟ صدقني في انميات كثيره تستحق. واي نوت؟ maybe not هنشوف. هل تلعب العاب بلاي ستيشن؟ واذا ايوه ايش تحب وايش نفسك تلعب؟ العاب البلاي ستيشن اللي العبها دائما العب العاب الاونلاين، يعني العاب التعاونيه زي اوفر واتش زي فورتنايت وكذا، ومؤخرا للامانه بديت العب ريد ديد 2، لسه دوبني في بدايتها وماني قادر القى وقت لها، ولكن اتمنى اني استمر يعني واختمها لانه قصتها مثيره للاهتمام صراحه. وايش رايك في سلسله ريزيدنت ايفل؟ ريزيدنت ايفل سلسله عظيمه جدا وقويه، انا ما العبها للامانه، ولكن كل ما ينزل جزء جديد اشوف الجيم بلاي تبع الناس اللي يلعبوها من المشاهد.
المشاهير وكذا. ايش رايك في خطه مارفل المستقبليه؟ هل بيكون شغفك مثل الابطال القدامى والعكس؟ مثل ما قلت لكم يا جماعه، مارفل خطتهم مره على المدى البعيد، هم كل فتره ينزلوا فيس او مرحله، فتاكدوا دائما انه مارفل راح تبذل كل جهدها في كل مرحله، لانهم شافوا نتيجه الاجتهاد، شافوا نتيجه انهم يحطوا مجهود كبير جدا في افلامهم. فصعب جدا او نادر جدا انك ممكن تشوف لهم فيلم او فيلمين سيئه، او ممكن عالم كامل ما يتم تقديمه بشكل افضل من الاول، فغالبا راح يحافظوا على مستواهم، لا تستعجلوا. كابتن عيوني، متى بتشوف ذا اوفيس؟ والله وصلت فيه الموسم الثالث وبعدين حذفوه من OSN، ما ادري ليش، او حذفوه من امازون، والله ماني فاكر وين كنت اتابعه وانحذف، بعدين قلت يلا ارجع اكمله بعدين، فغالبا راح اكمله لانه للامانه مره مسلسل ممتع، كوميديا حقيقيه فعلا. عزيزي الوجيه عيوني، ايش هو اكثر شيء سلبي في اليوتيوب واكثر شيء ايجابي؟ بالنسبه لي كصانع محتوى، انا اتكلم كصانع محتوى، عاد كمتابع ما عندي شيء كثير، ولكن كصانع محتوى اكثر شيء يزعجني لما ارفع في فيديو يكون فيه جزء منه موسيقى مثلا من فيلم، ولا من زي أغنية المقدمة تبع هجوم العمالقة، تجاوزت 10 ثواني جاني كوبي رايت، الفيديو كل أرباحه تروح للشركة اللي مصممة الأغنية، تخيلوا، حرام. واحدة من الأشياء اللي أتمنى يحلوها اليوتيوب، يعني خليني أنسخ رابط الأغنية أو رابط الفيديو الأصلي وأحطه في الوصف وسمع الله من الحميدة، ليش اللف والدوران؟ اللي بعد يقول ما هو رأيك في سلسلة أفلام جون ويك؟ للأمانة سلسلة رهيبة، مرة رهيبة، صح إنه فيها كذب مليان بس يا أخي ممتعة، فيها شيء مختلف عن أفلام الكذب والأكشن. وما رأيك في الممثل كيانو ريفز؟ كيانو ريفز ممثل كويس بس ما اشوفه من العظماء، فاهمين؟ ممثل كويس من الممثلين الممتازين بس ما هو من العظماء ولا يصنف من الناس الكبار، وبعد فتره يعني اذا كبر في السن غالبا يعني بيختفي بشكل تدريجي وما راح يظل اسمه الا في الماضي وفي الافلام القديمه اللي قدمها. اول فيلم شفته المارفل وخلاك تقول لنفسك لازم اتابع باقي اعمال الشركه ذي كامله؟ عاد تصدقون انه اول فيلم تابعته المارفل كان افنجرز 2012، خشيت على افنجرز 2012 بوم، ايرون مان، ثور، مين دول؟ ايش السالفه؟ ماني عارف. خبزت تابعت الفيلم كامل وبعدين رجعت تابعت ايرون مان 1 ايرون مان 2 وبعدين خشيت على هولك وبعدين يعني ضبطنا المظابيط ومن بعدها ايش ما عاد وقف. افضل مسلسل مارفل انا جاوبته مسلسلات مارفل ماها. توب 3 افلام بالنسبه لك من دي سي؟ اكوامان مره احبه انا، وندر وومن الاول كويس، وش بعد؟ ونسخه زاك سنايدر للامانه تبع جاستس ليج مره رائعه واللي هي تصنف توب 1 بالنسبه لي. طبعا ثلاثيه كريستوفر نولان طلعوها برا الصوره مره. كم عدد الافلام والمسلسلات والانمي اللي تابعته؟ احس بيكون رقم فلكي، وجزاك الله خير ورمضان كريم علينا عليكم يا رب. الافلام اللي تابعتها، خلينا من المسلسلات، المسلسلات مع بسيطه ما تابعت كثير، لكن الافلام والله تابعت كثير. في موقع ام دي بي الافلام اللي قيمتها اخر مره شيكت كانت فوق 600 فيلم، هذه اللي قيمتها يعني اللي لقيت فرصه ودخلت وقيمت الفيلم، فما اقدر احصرها صراحه، ولكن حوالي 600 فيلم هذه اللي اقدر اعطيك اياها فعلا، هذه تابعتها بناء على تقييماتي في موقع ام دي بي. لو نهايه هجوم العمالقه طلعت سيئه، وش بتكون رده فعلك ونظرتك تجاه العمل ككل؟ هل بتتغير؟ ما ادري ايش قصدك بسيئه، بس احنا نتكلم عن ياما يا جماعه، يعني اتوقع انه ان شاء الله عبقري ما فيه الكفايه لدرجه انه يعطينا نهايه على الاقل جيده، لكن سيئه لا، قول خير. وش النهايه اللي تتمناها لهجوم العمالقه وتشعر انها مثاليه للعمل؟ مشكله هذا الانمي بالذات ما هو من الاعمال اللي تحس انك تقدر تتوقع فيها شيء. اوكي تقدر تتوقع الاشياء البسيطه، بس لما تتكلم عن نهايه ماني قادر، يعني انا الحين قاعد افكر كذا بنهايات بس ما اقدر اقولها في راسي. نفترض انه فلان ذاك سوى اللي في راسه، هذه ما هي نهايه كويسه ابدا. طيب نفترض انه وقفوه برضو، ما هي نهايه كويسه، كيف ايش اللي بيصير هنا السؤال؟ لما انا ما راح اقدر اتوقع والله يا اف I lose it all. إسلام يقول نسبة حماسك لفيلم دكتور سترينج 2؟ نسبة حماسي مليون، يعني أنا منتظر ذا الفيلم على حرب من الجمر أكثر من أي فيلم ثاني، لأني أصلاً أحب دكتور سترينج، فما بالك يكون فيلم خاص لدكتور سترينج؟ أمبي. أكثر ممثل تحبه وتعجبك أغلب أعماله؟ أول ما قلت ممثل كذا جاء في بالي الباتشينو، أحب الباتشينو كذا من الله، ترى حب كذا إلهي، أشوفه كذا انبسط. أفضل فيلم في التاريخ بالنسبة لك؟ ما عندي صراحة فيلم أفضل في التاريخ، عندي مجموعة أفلام كثيرة أحبها، فما راح أقدر أجاوب على السؤال بالتحديد. رمضان مبارك، كل عام وانت كل المتابعين بخير ان شاء الله حبيبي. ايش رايك في الفلسفه الزائده في بعض الافلام او المسلسلات وخصوصا شخص زي كيوبرك؟ انا اشوفه نسبيا واخذ اكثر من حقه. شكرا لك، الحمد لله في واحد يتفق معايا. بخلاف حاجه زي مسلسل دارك كان سرد الاحداث مضبوط والشخصيات روعه، ماني داري ايش دخل مسلسل دارك في وسط كيوبرك، لكن بالنسبه لي كيوبرك من الناس المملين في سرد الاحداث بشكل مبالغ فيه، مع انه الرسائل اللي قدمها في افلامه جدا رهيبه وعظيمه، بس انا افلام كيوبرك تصيبني بالملل جدا جدا جدا. عاده افلام كيوبرك اتابعها 3 دفعات
الشعاعات. والله الله يسعدك ويسعدك يا حبيبي. السؤال اللي عندي كيف اجى صار عندك شعر؟ شوف يا جماعه الخير، انا ماني عارف اذا هو تاثير مانديلا ولا الاكوان الموازيه لما افتتحت في فيلم سبايدر مان خربطت عليكم. في ناس يفتكروني على اني اصلع، وفي ناس يفتكروني على اني عندي شعر، وانا ما ادري ايش اقول لكم صراحه. اهو في ناس يقول اني حط باروك، انا حط باروك. اخس عليكم يا جماعه، شعر الحلو ده كله باروك؟ اخس عليكم يا جماعه. واحد مرسل لي ايميل يقول لي يا وجيه انت كيف طلع لك شعر؟ انا ما كنت اصلع، عمري ما كنت اصلع، انا كنت اشيل شعري. شغلوا مخكم شويه يا جماعه، الله يصلحكم انتوا كيف. او يمكن تكون القصه الثانيه حقيقيه اللي حكيتها لكم في انستغرام، انه انفتحت الاكوان الموازيه والنسخه الصلعه مني راحت الى عالم ثاني ورجعت انا بدالها. ما راح تقدرون تعرفون الاجابه بالتاكيد يعني، ولكن I have a hair deal with it. طيب الله يعطيكم العافيه يا جماعه، شهر مبارك علينا وعليكم، ايام مباركه ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير مقدما يعني من بدري بدري، وعيد سعيد. عيد والله احس انها مره بدري على عيد سعيد من الحين، لكن يبقى اعياد سعيده ان شاء الله على الجميع وكل المسلمين وكل البشر في انحاء الكره الارضيه، والفضائيين والفضائيات والمخلوقات التي اكتشفها الانسان ولم يكتشفها بعد. نشوفكم ان شاء الله بعد العيد.